السلام عليكم، معكم فريد دلياس فوكاي مهروب من النكتة، واليوم أنا في موقع ديال الدار ومرحبا بيا عندهم. البداية ديالي كانت في 2009-2010، كانت بداية معثرة شيئا ما، لأنني كنت في واحد البرنامج بلا ما نقول الاسم ديالو، كنت اختاريت من الناس اللي يكونوا في ذاك البرنامج. وقعت الأب ديالي واحد الحادثة السير اللي كانت مؤلمة، هذيك اللي خلات أن يوقف المسار ديالي مؤقتا من 2009-2010. رجعت في 2011، يعني بحال بديت من الأول، مشيت لكاسينغ ديال المهرجانات ديال الفكاهة، بديت في راديو بليس بواحد الفقرة اللي كانت معروفة ضحيكة في دقيقة. بعد ذلك جا واحد لي كاستينغ اللي كانت كتشرف عليه قناة ثانية، وبرنامج كيك تيكي وليتي، والبرنامج اللي يعني عطاني واحد الفرصة الظهور يعني في التلفازة، والناس بداو كيعرفوا شكون مول النكتة فريد دلياس، وبدا المشوار ديالي يعني ما كنقولش الاحترافي، شبه احترافي. بعد الإخوان أنني برنامج ستاند اب، انني راني مشيت شاركت فيه ودزت الكاستينغ، وكنت باغي باش ندوز في التلفازه، ولكن الاداره اللي كنشتغل فيها ولا الاذاعه اللي كنشتغل فيها كتربطني بها واحد العقد اللي هو عقد احترافي، ما يمكنش انني يعني ما سمحوش ليا باش انني نرجع نلعب مسابقه. هادشي يعني هما كيعلن بان كيدور الاذاعه ديالهم، وانا دوك الناس فتحوا لي الباب ما نقدرش نضرهم انني انسحبت. هادشي اللي بغيت نوضح. طاليس لي صراحه انا كنشكره بعدا اللي فتح لي الباب ودار فيا الثقه، هو اللي غوت عليا البرنامج كيك انت كي وليتي، هو اللي كان كيشرف على الورشه ديال الكاستينغ، هو اللي كان يعني هو اللي كان كيدير التكوين ديال الكوميديين في ديك كيك انت كي وليتي. ما غادي نبارك نوجه ليه الشكر لانه دار فيا الثقه وخلاني انني نبان في برنامج كيك تيك وليتي ويعرفوني الناس. اولا كنشكر رشيد الادريسي، واخا ما عنديش ليه شي صيله ولا ما عمرني تلاقيت معاه، ولكن داك السيد كان كيعجبني في التقديم ديالو، يعني انسان مثقف انيماتور في المستوى صراحه. كنتمنى لو كان في هذا البرنامج ديال ستاندر هو اللي كيدير التقديم، غيعطي واحد اضافيه جميله جدا. سي طارق البخاري هو ممثل رائع وكنحترمو ونقدر، ولكن دائما الخصوصيات انيماتور وممثل. انا البخاري ربما ترغم عليه انه يقدم برنامج، لانني سمعت فواحد التصريحات بانه ترغم عليه يقدم، لانه اصلا البرنامج ما بقاش انيماتور. انا كنت سمعت اننا غوتوا على رشيد ادريسي باش يدوز كاستينغ، عار وحشومه. رشيد ادريسي 5 سنوات كيقدم برنامج كوميدي اللي كان ناجح، ويجي انه يقول لي تعالى دير كاستينغ باش تدوز برنامج ستاندر، راه عيب وعار. هذاك الشيء اللي خلى رشيد ادريسي ما يمشيش لذاك البرنامج، ورغم انه ما لقاو حتى شي واحد اللي غيحطوه باش يقدم برنامج، رغموا على طريق البخاري انه باش يقدم، ودار المجهودات ديالو تبارك الله عليه، لانه هو قال لهم انا راه ممثل كنبقى ممثل، قال لهم انا ترغم عليا البرنامج، هو راه قال الصراحه. اخويا ناري حطيتي والله العظيم تبيطادين حطيتي ليا مراكش سميتو هذا ديال ما بقاش يتسقم لي انا، ما عرفش علاش انا هذوك الناس ما كيدوزوش دراري شباب. فعلا دوزو شباب، ولكن شباب اللي قرابين ليهم اللي كيعرفوهم هما، علاش ما يديروش واحد لي كاستينغ بالفيديوهات ويصيفطوا الدراري فيديوهات، وتكون واحد اللجنه اللي عن اللجنه اللي تكون في المهرجان ديال مراكش للضحك، تكون واحد اللجنه لان تسهر على دوك الفيديوهات وتشوف الدراري اللي خصهم يستاهلوا انهم يدوزوا انفيتي، وباش تم
يدوزوا في التلفازة ويديروا اسم ديالهم ويتسموا خريجين مهرجان مراكش اللي الدعكة دي في حد ذاتها مزيانة لهم هما، ولكن للأسف ما كنشوفوهش. وهذا ميساج الإيكو الفنان عزيز عليا إيكو، لأنني شرفني في التكريم ديالو في مدينة فاس، كنت حاضر ليه وطلعت وتفرج فيها وقال لي وحق الله بدل كلمة بأن ستيل ديالك جميل جدا، ستيل ديالك شعبي، قال لي تقدر تمشي للفيروج وتضحك فيه ديال 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 الطريق. والله الا قال لي بهذا اللفظ هذا، كنتمنى هذا الميساج يوصل لإيكو الإدارة ديال المهرجان للضحك ديال مراكش، انه يديروا فيديوهات هذا العام صيفطوهم للدراري، ولا غير قال لي كيستاهل يدوز توا باساج ديالو باش يدير سميتو توا وينطلق وتكون إيجابية، يعني يكون بالاسم مراكش دو غير للضحك. وهذا الشيء ديال الكلاشات اللي يدير البيق مع حليوه ولا ما عرفت ما عرفنا حلوه ديال كعب الغزال ولا غريبه ولا الله اعلم احشومه، هذا الشيء راه كيضر بالسمعه والثقافه الفنيه المغربيه ككل. وكنشوفوا شي كلام ساقط، ان يقدر دابا مثلا ولدي انا بلا ما عنده تليفون غيدخل اليوتيوب غيورك على داك الفيديو غيسمع بحال ديك الهضره، غيقدر يخرج يقولها في الزنقه بزاف د الحوايج. ولذلك كنقول لهاد الفنانة لا البيق لا حليوة ولا دخلني عليكم بالله، دخلني عليك بغريبة وبكعب الغزال أودي حليوة أودي البيق، حيدوا لنا المشادات الكلامية والكلام الفاحش، وانتم راك فنانة خاصكم تكونوا الصورة ديال البلاد. وهاد الساعة الإضافية السي العثمانية كان ناعس فاق زاد ساعة، امتى غيزيد بحاله؟ يا ربي زيد بحالك خلينا هانين. سي دائما يلا كنوض انا كنبغي ندير ديك الفقره ديال الفكاهه ديالي كيحطوا العشاء باش يخليوني انا بالعشاء. ولكن الحمد لله كتبقى عاوتاني ديك التجربه ديال الاعراس كتبقى زوينه وسط العائلات، يعني وكما كيقولوا الابتسامه في وجه اخيك صدقه، يعني راه صعيب باش تضحك، يعني في الاعراس راه صعيب باش تضحك، خاصك تكون فكاهي يعني شعبي وقريب الناس وفكاهي ديال بصح باش تضحك دوك الناس. اعاده التمثيل غنشوفوا فريد دلياس من النكته بطريقه دراميه في برنامج مع الناس، اللي كنشكر السيناريست سي غفار وكذلك المخرج البرنامج عبد الرحيم تسلفوني اللي داروا فيها الثقه، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالو. على ديدارنا، وشكرا لهذا الموقع الجميل موقع الدار، وكنتمنى لي سنه سعيده وطولة العمر والازدهار وبالتوفيق، وبغيتو يا ربي يكون احسن موقع ان شاء الله في 2019. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.